مشاهدينا اهلا بكم والنشرة الجوية. يسود طقس دافئ شمالا وربي البحر والقاهرة وشمال الصعيد وشمال وجنوب سيناء، مال الحرارة جنوب النهار بارد ليلا وفي الصباح الباكر، وشبورة صباحا من وإلى وربي البحر والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة شمالا وشمال وجه البحري مع نشاط الرياح على وجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وعلى توقعات الثلاثة أيام القادمة نبدأها من القاهرة. الأحد 13-23، الإثنين 12-22، الثلاثاء 14-25، عمان شرم الشيخ. الأحد 16-26، الإثنين 17-25، الثلاثاء 17-27، وأخيرا مع الأقصر. الأحد 12-28، الإثنين 13-29، أما الثلاثاء ف 13-30. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيل درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 13-23، الإسكندرية 12-21، دمياط 13-21، بورسعيد 14-21، العريش 11-21، رفح 11-21، الإسماعيلية 12-24، سويس 13-24، مطروح 10-19، وادي النطرون 12-23، المنصورة 12-22، طنطا 13-23، دمنهور 12-23، سانت كاترين 2-19، الغردقة 16-25، شرم الشيخ 16-26، الفيوم 12-25، المنيا 11-24، أسيوط 12-24، سوهاج 11-25، قنا 12-37، الأقصر 12-28، الوادي الجديد 9-27، أسوان 14-29، حلايب 18-25، شلاتين 18-27، أبو رمات 17-27، رأس حدربة 17-28.